يوم الأربعاء خالد الروضان يعبر بارتياح ولا لا؟ والله أتوقع يعبر. بينت. شلون بينت؟ بينت يعني كثير من النواب الأخوة النواب وهذا حقهم ونحترم جميع الآراء، يعني يدفعون إلى تجديد الثقة في خالد الروضان، وهذا راح نشوفه يوم الأربعاء. لكن أنا توقعاتي أنه عبر. 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 تقولها في حسرة؟ هو لا 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 ما في حسرة إن شاء الله. شوف هو القصد هو الإصلاح. أوكي. يعني مهما كان إحنا ما قصدنا والله يعني رأس خالد الروضان، بالعكس والله إني أعزه وأحترمه وكل احترام وتقدير.